The time has come for this cookie. Om nom 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 oh, nom 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 nom. Ah, bye bye. هلا بالنسبة للمقادير نحتاجها لعمل الكعك الحلبي بالنكهة المميزة، محتاج كيلو طحين أبيض ونص كيلو سميد ناعم، ونحتاج معه اللي تتبيلة تبعه المميزة. عندي هون معلقة صغيرة ينسون، معلقة صغيرة شمر، معلقة صغيرة حبة بركة، ونحتاج معهم نصف معلقة محلب. إذا مو موجود مو مشكلة، اليانسون والشمر بيعطوكم نفس الطعمة. نصف معلقة فانيليا، هاي المقادير الجافة. بنحتاج معها معلقة طعام ملح، نصف معلقة شاي كركم عشان يعطي اللون الأصفر، ونحتاج 500 غرام سمنة مندوبة، 500 غرام سمنة، ونحتاج أيضا تقريبا نصف كوب لبن، معلقتين سكر، نصف كوب حليب فاتر، ونصف معلقة صغيرة خميرة الحلويات. هاي هي كل المقادير المحتاجة لعمل الكعك الحلبي بالنكهة والرائحة المميزة. خلينا نشوف طريقة التحضير سوا. شوفوا السمكة الناطف ما أحلاها، ولا أروع ولا أحلى من هيك. أسمك من هيك بيعذب، بيصير يكسر الكعك، يعني ما بحب أنا أسمكه أكثر من هيك، ولا بحبه يكون مانيع. هاي بالعلبة بتحطوه بالبراد، بتحطوه بالبراد بيطول عنكم على أقل تقدير شهر. أول شيء بننزل كيلو طحين، نص كيلو سميد، معلقة شاي شمر، معلقة شاي ينسون، معلقتين سكر، بخلطهم بالخلاط، بطحنهم منشان نخلطهم مع الكعك ويطلعوا ناعمين داخل الكعك. منضيف لهم معلقة حبة بركة ونص معلقة محلب. هاي تتبيلة تعطي النكهة المميزة للكعك الحلبي. هلأ طحنت معلقتين السكر اللي كانوا بهالمكيال، طحنتهم مع معلقة ينسون ومعلقة شمر، طحنتهم بالخفاء العمودي. هلأ بدي أضيف لهم معلقة صغيرة حبة بركة، نص معلقة محلب اللي هو هذا بيعطي النكهة الأصلية للكعك الحلبي، نص معلقة شاي صغيرة كركم. إذا ما بتكون لون كتير، إذا ما بتكون اللون يكون قوي حطوا شوي صغيرة، ربع معلقة شاي صغيرة، ظرف الفانيليا، وثلاث أرباع معلقة طعام ملح. هذا اللي بيميز الكعك الحلبي المالح. هلا نحن عملناه مالح على حلو، يعني حطينا معلقتين سكر مع ثلاث أرباع معلقة ملح. هلا بنخلطهم مع بعضهم، وبعدها بنضيف السمنة، وبنخلي الخميرة واللبن بعد شوي. الخميرة براس يعني ربع الظرف، ما بدنا ينفوش. إذا بدكم إياه ينفوش خلوا له أكتر، خلوا له نص ظرف أو ظرف. هلأ عندي السمنة حطيت أنا بهذا العيار نص كيلو بالضبط، بدي نزلها. بخلط السمنة مع الطحين. هلأ صار لازم نشتغل بإيدنا، نخلط السمنة مع الطحين منيح ونتركهم فترة 10 دقايق. بعدها منضيف لهم إذا احتاجوا سوائل، منعدل السوائل باللبن اللي حطيته أنا، منعدل السوائل
الله، ريحة بتجنن. هلا اختلطوا مزبوط، بدي اضيف لهم شوية الحليب مع الخميرة، تقريبا نصف ظرف خميرة. هلا هذا ربع كوب الحليب، بحط له معلقة سكر، وبضيف له ربع ظرف خميرة، بحركها مع بعضها، بخليها شوي 5 دقايق، وبضيفها للمكونات الجافة. مثل ما شايفين الخميرة نضجت، راح ضيفها شوي. مثل ما قلنا باقي عندي نص كوب اللبن، بضيف. هذا بيعطي طعمة الجبن، بيعطي طراوة للكعك، هشاشة مشان ما يتكسر وما يطلع معكم معظم. هلا أنا راح أضيف شوي شوي بالتدريج مشان نشوف العجين ياخد كفايته. ما منضيف مي لأني الكعك بيعظم بعدين. نشوف نحن العجنة طراوته، وبناء عليه شوي شوي منضيف اللبن. هذا الكعك ولا أسهل منه. هاي ضفت ما تبقى من نص الكوب. هلا إذا شفتوا شوي ناشف معكم، بتضيفوا له شوية سمنة إضافية. شغلة ما أنا معقدة يعني. تأكدوا إنه كل شيء تشرب الزيوت والسوائل. عشان نتأكد من الشغلة بنمسح هيك حراف بنمسح حراف الماعون. إذا ما لزق فيه بيكون العجينة مزبوطة. هلا بنشوف لنا وحدة بنجربها، إذا صارت منيحة بناخد قطعة صغيرة. إيه ممتاز، صارت العجينة. هلا بخليها شوي صغيرة ترتاح 5 دقايق لبين ما ريح لي شوي، وبعدين بنشكلها. نكبس لها ظهرها للعجينة شوي وخليها ترتاح لها 10 دقايق لبين ما نمسح حرقنا ونشتغل. ولا أسهل من هيك. بعد ما مضى تقريبا ساعة سويت أنا الناطف. هلا بدي أرجع أدعكها شوي للعجينة. نحتاج ندعكها بعد ما ارتاحت وأخذت راحتها. بنشوف إذا ناقصة شوية سمنة بنحط لنا معلقة معلقتين سمنة. إذا منيحة وضعها كويس دغري بنشتغل بالكعك. بس بظن إنه أمورها مزبوطة. هلا بخلي حبة صغيرة بعملها بإيدي. بنشوف تجربة، بنعمل تجربة إنه أمورنا مزبوطة. هلا هيك العجينة ممتازة ما بدها شي، بس بدي أدعكها مزبوط. هلا باقي مع جنب، ناخد قطعة بإيدنا ندعكها هالدعكة. نبرمها برم، منقطع منها قطع صغيرة مشان يطلعوا الكعكات قد بعضهم. شايفين ما أحلى هالعجينة؟ باخد قطع قد بعضهم. ناخد أول وحدة، بدي أعملهم أنا شوي كعكات كبار، ما بدي إياهم صغار كثير يعني. بلفها هلا في هاي وخالصين. شايفين ما أحلى هالكعكة؟ ولا أسهل من هيك. نعمل هالصف هذا وبعدين بفرجيكم طريقة خبزة. هلا إذا فرطت معكم هيك ما فيها شي، بس بيكون بدها تدعكوها زيادة. هاي الكعكة التانية جاهزة. ولا أحلى من هيك كعك. لفوها بإيدكم مشان ما تفرط. هلا بالأثناء محمي الفرن على درجة حرارة 200، خلص كمية كلها، مفرجيكم طريقة الخبز. وهي الكعك الحلبي الصينية صارت جاهزة، وفوتها على الفرن نخبزها على درجة حرارة 180 9 دقايق من فوق ومن تحت مع مروحة. إذا ما في مروحة بتخبزوه أول من تحت وبعدين من فوق. ولا أسهل من هيك. وهي الكعك عم نخبزه 9 دقايق بالضبط مع مروحة بالوسط، بنحطه بوسط الفرن مع المروحة ونستمتع بأكله. ما تأيدوا كتير بالوقت، 9 دقايق 10 دقايق، مهم تراقبوهم ما يحترقوا، وما تجروا عليهم كتير بعدين بيعطموا. إلى اللقاء يا كعكي الحلبي المصون. ولا أحلى من هيك. شوفوا لي هالاستواء هاي.
شي ناهي، شي فاخر على الآخر على قولة الشعوب، شي مرتب والنتيجة مضمونة. اللي بيعمله على طريقتي بده يدعي لي. شوفوا لي هالطاقة هي تاني نهار ولساتها محافظة على هشاشتها، ولا أروع من هيك. ناكله مع الناطف، طريقة الناطف الحلبي خليت لكم اياها اسفل الفيديو، لاني هذا الكعك ما بتجي قائمته الا مع الناطف الحلبي. الله، ولا اروع من هيك. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين. الى اللقاء.